تحطيني على ناقصة يا اختي. بنعمل اللي اتفقنا عليه. اوعي تكوني بتحطي لها سم. سم؟ سم ايه يا مجنون؟ انت عايز توديني 60 داهية؟ ده زيت خروع. الحمد لله. انت بقى عملتي ايه؟ عملت اللي قلتي لي عليه بالظبط، وسميحة مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم، العشاء جاهز. ما رح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما رح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطريني جايه معك. اتفضلي. استني يا ست افتحي. اتفضلي. بدي انطر فواز. ككفرة لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. اشتقتلك. ايه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده. بس خفي شوية، أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حبسة حالي بالأوضة، لك خايفة أقدر ما يعملوا فيي شيء. دول نسمة، نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك إيه؟ أنت وحشتيني أوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل وحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقولك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. وأنت يا أختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها؟ أمال فين سميحة حبيبتي؟ فين سميحة؟ الواد تعبني قوي يا فواز لحد ما نام غلبني. الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه. حته منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفة ولا ايه؟ ده الليلة ليلتك يا عروسة. لا يا اخت مايا، اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا. وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. بسم الله عليكي. انا عاملالك بقى شوية فول مصري، انما ايه؟ عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي فول. دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقك. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري. مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات، بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمه قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. كل بلع عصير من خد العصير. قربي لي الفول. يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول. لا ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه. ونزلت كده. كنت نيه برضه. لا لا لا، اشربي العصير. الحمد لله. مش قلتلك ان هما نسمة وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شي غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم دي. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم بيوجعني كتير يا فواز. ما تقوليش نفسك فعلا. هو لاهلي كمان شغلين اللي بالي، عم تقلهم ما حدا عم برد. هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير.
لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده، وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحب فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بطني. وفي بلاش الميه، اديها العصير. بلاش الجبنه، بلاش الفل الحج يا ولادي. تاني مش فاهم. انهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصرة؟ انهار والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلاتي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبة هنفرجها غسلنا الوسخ على اول مرة. ما تطلعيش سرابيني يا انهار وانت عارفاها. تسلمني يا اخويا زرابينك، تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه، مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه. اوعى، انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده، وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العزه بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس لك يا فواز، الحقني يا فواز. ايه حال البنت يا عيني غلبانه لوحدها في البيت؟ فواز الحقني اشرب. يلا خد امسك نفسك شويه. الحمد لله. راك يا فواز، امسك اشرب دول بالشفا ان شاء الله. الحمد لله. سو ربنا انا فرحان فيك. المهم انت عملت معاهم ايه؟ عامل ايه؟ عملت عبيد طبعا، الكتره تغلب الشجاعه. ايه؟ تمسك نفسك شويه يا فواز. ايوه، المثل بيقول من خاب سلم. والنبي ارحمني من امثالك ده يا حاج. صحيح. اخرة خدمة الغز علقة. ايه هتيجي ما تقلقشي. شفت، هيفاجئتنا.